الألماني، ولكن أحمد رضا عبد لو تخطط هولندا في الدور الثاني بعد ذلك عليهم أن تقابل إما الأرجنتين أو إنجلترا، وهما من المحتمل أن يتقابلا في الدور القادم. ولو تخطط بعد ذلك أحد هذين المنتخبين عليها أن تقابل من؟ عليها أن تقابل في الدور نصف النهائي المنتخب البرازيلي. ولذلك الطريق يبدو شاقا وصعبا ووعرا كذلك لألمانيا، ولذلك ألمانيا أيضا ستسعى جاهدة لأن تفوز حتى لا تقابل هولندا. وفي الدور القادم محاولة خطيرة، جول جول، لا 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 لا، هدف بالفعل بالفعل، هدف المنتخب الألماني الثاني، هدف المنتخب الألماني الثاني، وهذه المرة برأس أيضا كلينزمان، برأس كلينزمان، هدفين للمنتخب الألماني. والهدف والهدف اللي بالفعل بشكل جميل، كرة ترتد وفي متابعة من الهداف الألماني كلينزمان الذي يسجل بالتالي هدفه 46 دوليا، ويبقى على بعد هدف واحد فقط من هدف رودي فولر، ثاني أفضل هداف في تاريخ ألمانيا بعد جيرد مولر ب 68 هدفا. لا شك هذا الهدف يضع الآن، وهو هدفه العاشر، هدفه العاشر في بطولات كأس العالم. هنا يصبح على بعد 4 أهداف أكثر من أهداف جيرد مولر ال14 التي سجلها في مونديال المكسيك 70، وبعد ذلك